طيب الله أوقاتكم مشاهدي الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالة الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحوة نت. أحزاب تعز تطالب الرئاسة باتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الحوثي والصمت الأممي. اللجنة الوطنية للتحقيق توثق 3600 انتهاك ضد المدنيين. مصدر قانوني: إنشاء كيانات سلالية داخل السلطة القضائية إهانة بالغة للقضاء ومنتسبيه. استشهاد وجرح 18 جنديا في استمرار الخروقات الحوثية للهدنة. اللجنة العسكرية الحكومية تعلق مشاركتها في محادثات عمان ردا على هجوم الميليشيات في تعز. المصدر أونلاين: ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه تعز غداة مهاجمتها مواقع الجيش غربي المدينة. ميليشيا الحوثي تعلن رفضها أي تقدم في مسار السلام وتصعد عسكريا في مأرب وتعز. السادسة خلال أيام: وفاة طفل غرقا في حاجز مائي بمحافظة إب. قالت إنه لا تقدم يذكر في جهود الأمم المتحدة. منظمات حقوقية تطالب ميليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية في تعز فورا. سهيل نت. يتعارض مع الهدنة الأممية، المبعوث الأمريكي يدين تصعيد ميليشيا الحوثي في تعز. التعاون الخليجي يؤكد موقفه الثابت والداعم لإنهاء الأزمة في اليمن والحفاظ على وحدته. مخاوف من تحويل مزاعم محاربة ميليشيا الحوثي إلى قميص عثمان لنسف الجمهورية والوحدة. الحرب 28. البنك الدولي يتحدث عن حل دائم لشح المياه في اليمن. بينها هيومن رايتس ووتش 15 منظمة دولية ومحلية تطالب الحوثيين بفتح الطرقات في تعز. المنتصف نت. ميليشيا الحوثي تعترف بسرقة أكثر من مليار ريال من هيئة البريد. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. البيان: طعنة حوثية للهدنة تعطل لجنة التفاوض. الاتحاد: الحوثي يفخخ المناهج الدراسية بأفكار طائفية. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي حوثي في تعز. سبق: ميليشيا الحوثي تقتحم قرية يمنية والزينبيات يضربن النساء بالبنادق. مكة: 60 قتيلا ومصابا حوثيا حاولوا اقتحام تعز. القدس العربي: اليمن، المسلحون الحوثيون يشنون هجوما عنيفا على مدينة تعز. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع عدن الغد للكاتب علي الأحمدي تحت عنوان تصالح منقوص. الكاتب في مقاله أكد أن ما جرى في محافظة أبين ليس تصالح وتسامح، كما أنه ليس بالإنجاز السياسي وليس تنفيذا لبنود اتفاق رياض كما يروج له البعض، وإنما ترحيل معركة قادمة إذا استمر الوضع في استخدام القوة لفرض أمر واقع. حقن الدماء وتجنيب البلاد دورات العنف والدم شيء عظيم وسلوك متعقل يشهد به في ظل تلاشي سيادة الدولة وعبث الخارج باستقرار البلاد والدفع بها نحو الفوضى خدمة لتوجهات ومصالح أنانية. ولكن ما جرى مؤخرا في مناطق الجنوب ليس تصالحا وتسامحا وليس بالإنجاز السياسي مهما تم المغالطة بأنه كان تنفيذا لاتفاق الرياض، فهذه الأمور لا يمكن أن تكون عبر إطلاق عمليات عسكرية ولا تتم والبنادق والمسيرات فوق الرؤوس. لا يوجد هناك انتصار لطرف أو انكسار لآخر، بل هناك شعب يعاني من حرب استمرت 8 سنوات لاستعادة الجمهورية، وهو يمر اليوم بأصعب الظروف الإنسانية والمعيشية، ولكنه في نفس الوقت بات مدركا لكل ما يدور ويدار رغم الرهق والمعاناة. قبل التهديد بالوصول لحضرموت والمهرة ينبغي أن ترفعوا رؤوسكم لتبصروا ما يجري، وأنكم في الحقيقة تقاتلون أبناء مناطق الجنوب
وأنه لم يسبق أن استقر وضع في الجنوب دون توافق الجميع وتوجههم سويا لانتهاج نهج سلمي يحددون فيه مسارهم بإرادتهم الحرة. أما القوة وفوهات البنادق فلم تنجز نصرا مستداما أبدا. موقع صحوة نت نشر مقال الكاتب أحمد عثمان تحت عنوان تعز مدينة التوهج الوطنية. الكاتب في مقاله استعرض مكانة محافظة تعز وتضحياتها في معركة استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية رغم الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عليها للسنة الثامنة. ستبقى تعز هي تعز مثل اسمها، معبرة عن العزة والكرامة وقلعة الصمود الجمهوري خارج الحسابات، تفاجئ أعدائها ومحبيها في كل منعطف. وكلما ظن أعداؤها بأن الإرهاق أصابها بفعل طول مدى الحصار والحرب والدق المستمر على رأسها من الخارج والنخر من الداخل لتسقط وتعلن الاستسلام، نجدها تنهض كعادتها من بين تراب الأرض مسلحة بدعاء الأمهات وروح الشهداء وإرادة الحاضنة التي تحمل سر الصمود وحتمية النصر. دوما وفي كل الظروف تبقى مرفوعة الهامة، تلقن المعتدين دروسا قاسية تردهم على أعقابهم، معتمدة على ذاتها وشبابها في المقاومة وجيشها بالصمود، متوكلة على الله الذي يملك وحده القدرة والإحاطة لتبدع في كل مرة طرق نضالها وصمودها وشموخها، متجددة البطولة ولادة القادة الأبطال الذين يأخذون الراية من الشهداء، لتبقى الراية مرفوعة وتعز مرتفعة مستوحية شموخها من قلعة القاهرة وجبال تعز وجدارة الموقف من عبق الأشرفية، وتستمد روحها من تاريخ معاذ بن جبل وأصالة دورها في منارة المظفر وثورية الثائر العارف أحمد بن علوان، مسيرة طويلة للعز والوعي والتحدي الأسطوري الذي لا يلين ولا يتعب. هي تعز في كل الأحوال توهج لا تطفيه الرياح ولا تؤثر فيه السموم الوافدة. إلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك. منشور عبد اللطيف المرهبي على صفحته بالفيسبوك دعا مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي إلى البدء بخطوات واضحة وصادقة لمواجهة خروقات ميليشيا الحوثي وقلب الطاولة عليها، بدلاً من استجداء الإدانات من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. سيستمر الحوثي في خرق الهدنة ولن يلتزم بأي اتفاق لا في تعز ولا غيرها، وستظل الشرعية تشكي وتندد جرائم العصابة ونكثها وتنتظر المعجزة تأتي لتقوم بما يجب أن تقوم به قواتها. المجتمع الدولي عارف ومتأكد ومطلع على خروقات الهدنة وجرائم الميليشيات الانقلابية، بل وكذبها وخداعها وعدم التزامها، ولا يحتاج من الأدلة أكثر مما لديه. وأيضا توقعاته وتقديراته عالية في أن هذه العصابة لا تريد سلام ولا يمكن الوثوق بها في حاضر ولا مستقبل لتتولى حكم أصغر منطقة، وأن خطر بقائها يتعدى الحدود، ولكنه يحاول ويحاول ومنتظر بنفس الوقت أن تتحرك الشرعية وقواتها وقواها وبدعم التحالف لأن تواجه الانقلاب الحوثي وتقلب المعادلة في وجيز الوقت وترفع الضرر عن المجتمع بإحراز مكاسب استراتيجية في أكثر من اتجاه وجبهة. فهل من إدراك لما ينبغي القيام به يا قوى الشرعية المتحالفة ويا تحالف على الأرض؟ أم أن الخيارات منعدمة؟ وهل الاصطفاف العريض وتشارك القوى العسكرية في قيادة وإدارة البلد والمرحلة ومهامها سيبقى شكليا ومشتتا ولن يتحول إلى خطوات عملية نحو استعادة الدولة بمسؤوليات مشتركة لا يعفى منها أحد؟ هزيمة عصابة الانقلاب الحوثي ومشروعها الكارثي ليس بالأمر المستحيل ولا هو في متناول اليد، وبينهما ما يحقق الهدف يا قوم. الصحفي عبد الرحمن الشوافي في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن هدف الحوثي من وراء التصعيد في تعز هو قطع الشريان الرئيس على المحافظة المحاصرة منذ 8 سنوات.
يهدف الحوثيين من خلال هجومهم على المنفذ الغربي في تعز الضباب الشريان الوحيد المتبقي للمدينة إلى إطباق الحصار بشكل كلي على المحافظة المحاصرة منذ 8 سنوات. من الواضح أن الحوثي يستغل مجدداً النفاق الدولي وانشغال المجلس الرئاسي بالمعركة الداخلية ومخطط فكفكة الجيش لتحقيق مكسب عسكري. بطبيعة الحال تعز كعادتها يستحيل أن تترك شريانها الوحيد تحت شفرة الحوثي، ولكن من العيب والوقاحة بعد الآن الحديث عن هدنة أو مفاوضات مع الميليشياء الأكثر وضاعة وحقدا ونقضا للعهود في التاريخ. لا قيمة ولا وزن للسياسة حين تتحدث البنادق. منشور النائب البرلماني محمد مقبل الحميري في صفحته بالفيسبوك تناول تضحيات محافظة تعز المحاصرة في مواجهة الحوثي. تعز وتضحياتها التي لا يكترث بها الكثير، أين الالتزام بالهدنة؟ وتعز تحاصر من كل الاتجاهات، ولن يكتفي الحوثي بذلك، بل يشن الهجمات لقطع شريانها الوحيد الضباب في تحد سافر للجميع، وآخرها ليلة البارحة أكثر من 10 شهداء تقدمهم تعز جراء الهجمات الغادرة. فهل لا زالت تعز قطاع منفصل لا ينطبق عليها اتفاق الهدنة؟ سؤال لكل القيادات التي يهمها شأن الوطن كله، بحاجة إلى جواب شفاف أو رد عملي على هذه الميليشيات السلالية العنصرية التي تريد إسقاط آخر معقل للبطولة والفداء. في تويتر الشيخ صلاح باتيس في تغريدة لا أكد انتصار اليمن الاتحادي على مشاريع التمزيق والتطييف وداعمهم. مؤكد سينتصر اليمن مهما كانت المؤامرات وتكالب الأعداء وكثر الخونة والعملاء وضخت مطابخ الإشاعات لتشويه الوعي وتجريف الهوية وقلب الحقائق، فيصورون من يتمسك بالجمهورية والدولة الاتحادية والمشروع الوطني بإعلامهم عميلا، ومن يؤيد الإمامة السلالية والمناطقية الجهوية وتمزيق الوطن حرا شريفا. تغريدة عز الدين الأصبحي في تويتر دعت إلى اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومة الشرعية لمواجهة خروقات الحوثي للهدنة الأممية. انتهاكات الحوثي للهدنة وتكرار هجومه الوحشي على تعز منذ أول أمس يتطلب عودة فورية لفريق الشرعية من مباحثات الأردن مع المبعوث الدولي واتخاذ خطوات عملية على الأرض في دحر عدوان الحوثي وتحرير الأرض من الميليشيات الحوثية، وليس المطالبة بمجرد الإدانة والاستنكار. جماعة الحوثي تهرب من صراعاتها البينية إلى خرق الهدنة واستمرار الحرب. موضوع تغريدة عبد الباسط الشاجع في تويتر. الحوثية تدرك أنها لو دخلت البلد في مرحلة سلم سيبدأ عداد مرحلة صراع بين أقطاب ميليشياتها والأجنحة داخل الحركة، كما يحدث تماما في العراق من صراع دموي بين الحركات الشيعية، هوامير صعدة مع طيرمانات صنعاء من جهة، وبين الأسر الهاشمية ذاتها صراعات قادمة، ولهذا تجد في الحرب مخرجا آمنا. أما تغريدة الدكتور ياسر الشرعبي بتويتر فقد تناولت مهمة الحارس القضائي التي يستخدمه الحوثي في تحليل السطو على أموال الناس. استحدث الحوثيون مسمى الحارس القضائي ليكون محللا للصوص يمنحهم مبررات نهب الممتلكات والعقارات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. تمتد أعين قادة الحوثيين إلى عقارات خصومهم وعقارات الناس الواقعة في أحياء باهظة الثمن، فيحضر الحارس القضائي محللا ومبررا هذا النهب. الدكتور عبد القادر الجنيد في تغريدة بتويتر عبر عن استنكاره من البحث الشرعية عن إدانات المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لخروقات الحوثي للهدنة الأممية بدلا من سعيها في توحيد الصفوف.
هذا ما يغيظني في الشرعية التي أؤيدها. طلبوا من المبعوث الأممي جورند برج الاضطلاع بواجباته بإدانة هجوم الحوثي على تعز، كشف تعنت الحوثي وأساليبه الملتوية. طلبوا من المبعوث الأمريكي لاندر كينج إدانة الحوثي على هجومه على تعز، يؤدي المجتمع الدولي واجبه بممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثي. هذه كلمات بيانات الشرعية الرسمية بالحرف الواحد بعد إزالة الحشو. هل وحدوا صفوفهم بدلا من طلبات الإدانة من المبعوثين؟ فؤاد الحميري في تغريدة بتويتر كشف عن مخطط الحوثي من وراء التصعيد العسكري في محافظة تعز. لم يتعلموا من أخطائهم، يكررون خيباتهم، يجترون هزائمهم. ذهبوا مزهوين للتفاوض مع سلطة يرونها تأكل أبناءها، وهم ينتظرون من ميليشياتهم المعتدية على تعز أخباراً ترفع سقف مطالبهم، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فإليهم جميعاً المخطط لن يمر. وفي اليمن تعز، أنساق الحوثي تتهاوى على يد أبطال الجيش الوطني في الجبهة الغربية من تعز. موضوع تغريدة الراكان الجبيحي بتويتر. تدفع ميليشيا الحوثي عناصرها بأنساق متعددة نحو جبهة الضباب في معركة مستمرة منذ 8 ساعات تحت قصف مدفعي وغطاء ناري كثيف، تحاول اختراق الجبهة الغربية وشريان تعز الوحيد دون جدوى. وتلك الحشود والأنساق يلتهمها وادي الضباب بأبطاله الشامخين الذين يحرسون المدينة من هذه العصابة الإجرامية. تغريدة نبيل البكيري في تويتر أشارت إلى أن محافظة تعز ليست ضمن تفاهمات الهدنة الأممية، وما يحصل فيها عبارة عن معاقبة الكتلة الوطنية الأكبر لمواقفها من الجمهورية والوحدة والسيادة. الحثالات المحليون والإقليميون والدوليون معلنين هدنة في اليمن، لكن تعز ليست ضمن تفاهمات هذه الهدنة التي تعيد إنتاج الحوثي وإنتاج التقسيم في اليمن. تعز خارج كل الحسابات إلا حسابات النخاسة السياسية التي تعاقب هذه الكتلة الوطنية الأكبر لموقفها الحامي للجمهورية والوحدة والسيادة. مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابعها في آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وبهذا نصل معكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نراكم في حلقة الغد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.